لما أنت بتسمعي العبارة يعني شو هو الشيء المقبول لدى الله؟ كيف أرضي الله في حياته؟ قبل ما أسألك عصوم، إيش أول إشي بيخطر على بالك كفتاة أو كشخص كنت سابقا مسلمة والآن أنت طبعا مؤمنة بالرب يسوع المسيح؟ بيحصل تناقض ما بين الفكر اللي أنا بؤمن بيه حاليا والفكر اللي أنا كنت بؤمن بيه قبل كده. إزاي أنا أرضي ربنا؟ أنا كنت بقدم عبادات كتيرة جدا على أساس أن أنا أحاول أن أنا أرضي هذا الإله اللي أنا مش عارفة إذا كان هيرضى عني في الآخر ولا لأ. كل الفكرة العبادات كانت بتحاول أن هي تجمع حسنات، والحسنات بتبقى في الميزان علشان الواحد يقدر ان هو يروح الجنة ويهرب من النار الأبدية. ده الفكر الإسلامي، يعني أنا بحاول ان أنا أجمع حسنات على قد ما بقدر، حتى لو أنا بقدم العبادة دهيت وأنا مش بعبد فيها. الحسنات يذهبن السيئات طبعا، يذهبن السيئات طبعا، بس كمان خد بالك ان أنا مش بقى يعني فكرة ان انا اقدم العبادة، انا بقدم العبادة ممكن وانا يعني مش بعبد، مش في جو العبادة. ليه؟ لان انا بقدم هذه العبادة كزي الطقس، زي الحاجة اللي انا شيء بقدمه علشان اخد قدامه مقابل وهو الحسنات، علشان في الاخر اقدر ان انا اروح للجنة. طبعا الفكر ده مختلف تماما. انت حضرتك قلت ازاي ترضي الله، ازاي الواحد يقدر يوصل ان هو يرضي ربنا. احنا فكرنا في المسيحية مش ارضاء لله، احنا بنقدم عبادتنا، احنا بنقدم العبادة حبا فالله مش ارضاء لله. ومفيش واحد، ولكن هذه المحبة هي التي ترضي الله. الصيام في حد ذاته أو الصلاة في حد ذاتها مش هو ده اللي بيرضي ربنا. اللي بيرضي ربنا القلب والدافع، القلب العابد هو اللي بيرضي ربنا. القلب اتجاه القلب هو اللي بيحدد قبول عبادتي، يعني ربنا بيقبل عبادتي ولا مش بيقبلها، لأن ربنا لا يصر بالذبائح يعني مش ما بيكره الإثم والاعتكاف. فبالتالي أنا ما ينفعش إن أنا واحد يكون خارج الإطار العلاقة مع الله. أنا ما عنديش علاقة بربنا، أنا مش عايشة معاه حياة حقيقية، وأنا أروح أصوم مثلا أو أروح أصلي صلاة بطريقة معينة زي المسلمين مثلا ما بيصلون. ما هي الصلوات عبارة عن حفظ الآيات، أنا بردد حاجات مكتوبة. فبالتالي بالشكل ده هوت لو أنا بقدمه مسيحية مش بيقبل، ولو بقدمه إسلامية برضو مش بيقبل، وما فيش حد وربنا ما يقبلش حاجة زي كده، لأن أساس العبادة هو اتجاه القلب. يعني أنا لو أنا قلبي ساجد، قلبي عابد لله، أنا روحي بتقترب لله، أنا ساعتها بتلاقي إن الأمور الله بي 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 بيرمي جوايا أنا صلوة، مش أنا اللي بتقدم له بالصلوة، لله هو اللي بيسحبني بالصلوة ده هي، مش أنا اللي بروح له بس.